ولد خالي يا بنت خالي، مرحبا بكم. هذا الفيديو هذا بنستيرا دار على جي تبون. قال لي مالك هاز الخزرانه ديها في شغلك يا تبون، ديها في شعبك، خلي عليك المغربه بنجي تبون، ديها في شعبك، راه الناس ما كلوش اللحم، سير السوق خاوينا ونبدا نقربها بنجي تبون يا تبون. سير عبد المجيد تبون، سير بتوب نسديرا كيفاش دار في عبد المجيد تبون. عصابه ولاو يضربوا بيناتهم ويتكلوا اللحم بيناتهم. كاين فيديوهات كثار، ولكن هذا اختارنا لكم هذا الفيديو هذا اللي كنت سمعتوا منه مقتطفات الدوره ديال الشيطانيه ديال بنسديرا، ديال البوق، ديال العسكر ديال الجزائر، مني دار في الكابران. المهم الكابران في الكبير، دار في الكابران الصغير. هادشي اللي غتكتشفوا معنا في هذا الفيديو. هذا هشام خضري وهذه قناتي. خلي لي تعليق، خلي لي اعجاب، دير شير للفيديو ودير لايك. مغرب اولا ولا غالب الى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. يعلم الله كم احبك يا وطني، ويعلم الله كم يحبك يا هذا الوطن. سديرا قال لعبد المجيد تبون سير ديرها في شعبك عبد المجيد تبون، وخلي عليك المغرب. وحنا كنقولوا لك عبد المجيد تبون سير ديرها في شعبك، وسير دير الخير في شعبك. الملايير اللي تتعطيهم للبوليزاريو كتخسرهم على بوليزيريو، على بوصنداله، على مخيمات الحجاج. سير عبد المجيد تبون ديرها في شعبك. تبون الناس يدير لاشين من الفجر على الحليب، خاف ربي. شعبك راه في الطوابير عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون الشعب ديالك راه ما لقى ما ياكل عبد المجيد تبون. الزيت راه ما كانش، وداخل رمضان راح تكون ازمه اقتصاديه خانقه. الشعب ديالك عبد المجيد تبون راه ما لقى ما ياكل، راه الناس ولاو يتشهاو اللحم عبد المجيد تبون. مشتاقين ياكلوا اللحم. الناس عبد المجيد تبون ما لقاو ما ياكلوا، الناس راه يدوزوا 30 عام عاد ياكلوا البنان عبد المجيد تبون. الناس مشتاقه تاكل البنان ولاو يعايروا فينا. المخازنيه المراه كيقول لك الشعب مشتاق البنان. دير في شغلك عبد المجيد تبون، راه السياسه ماشي هكذا كتندار. وكون راجل شويه وترجل معنا، وخلي عليك المغرب، وخلي عليك الشؤون المغربيه، خلي عليك الصحراء المغربيه، وخلي عليك العلاقات ديالنا مع المواطنين من كل الاجناس ومختلف الاجناس. عبد المجيد تبون الشعب ديالك في حاجه ليك، خليتيه بلا غاز بلا بترول بلا سميد بلا طحين بلا حليب بلا لحم، حتى ولاو يتشهاوه الجزائريين خوتنا مساكين، ولاو عايشين واحد العيشه ديال اش نقول لك، الله يكون في العوان. في عوان ما توجه الابواق ديالك وتوجه الاعلام ديالك للمغرب، ديها في سوقك وديها في راسك وديها في شغلك. حنا راه واخا كنديروا بحال هكا، ديرها في شغلنا، قايمين بالشغل ديالنا. منين هاد الغلا وكان الغلا في السواق نضنا وهضرنا، وخرجات اللي جا المراقبه ودارت شغلها، ولا الخير موجود. حنا واخا الغلا عبد المجيد تبون ديرها في راسك، وبنسديرها ورباعت الكبرانه والعصابه الحاكمه في الجزائر، الخير موجود. تمشي تلقى مطيشه، تمشي تلقى بطاطا، تمشي تلقى خيزو، تمشي تلقى اللفت، تمشي تلقى الحمص، كلشي الخير موجود. ايه كاين الغلا، عارفين التضخم اصاب العالم كامل، وان شاء الله غادي ترجع الامور لنصابها، وان شاء الله ترجع الامور لبلاصتها، وان شاء الله تصلح شي امور عندنا اللي خصها تصلح. بالنسبه للمغاربه، نبغي نبشركم ونبشر راسي ونبشر جميع المغاربه ان المغرب قريب يخرج من المنطقه كما يقولوا الرماديه. المغرب غادي يتحرر من الصندوق الدولي، النقد الدولي، وغادي تكون الامور بخير. كما تحررنا من فرنسا وتحررنا من مجموعه ديال الدول، المغرب غادي في واحد الطريق مزيانه. كاين بعض الاختلالات بيناتنا مع الوزراء ديالنا والبرلمانيين ديالنا والمنتخبين ديالنا، وحنا اللي درناهم. كما طلعنا هذا الحزب هذا وطيحنا الحزب الاخر، غادي نعاودوا نطيحوا حزب ونطلعوا حزب، ما يهمش الانتخابات جايه. اذا الخوت مغاربه نخليو اللحمه الداخليه مجموعه، ونتوجهوا لما يحاكوا ضد هذا الوطن. عبد المجيد تبون عوض ان يقوم بلم حاجيه شعبه من المواد الغذائيه، من تطوير اليات من اجل استثمارات فلاحيه بالجزائر، مقابل المغرب صباح وعشيه، مقابل البوليزاريو، ومقابل رباعة بوصنداله. راه الخير اللي دير في راسك وديرو فينا وديرو في الجميع، سير قابل الشعب ديالك. انت راك رئيس ديال الدوله، رئيس ديال الشعب. الا كنتي كتقول لهم قوه ضاربه، وخصكم تكونوا قوه ضاربه. راه عندكم النفط والغاز، راه واحد النهار غادي ينزل، انا ما تلقاوش حتى باش تخلصوا كما قبل الموظفين. فضيحتكم فضيحه، فضيحتكم ترجع بجلاجل، وهذه هي الفضيحه اللي ما نبغيوها لكمش للشعب الجزائري الشقيق. والاخوان ديالنا تحيه لكم، تحيه للاخوان الجزائري فين ما كنتو، كنبغيوكم بزاف. بغيت نقول لكم بانه شعبان شهر الله، ورمضان شهر القران، شهر من شهور الله جا، ومبروك عليكم شعبان. نتمناو الله يبلغنا ويبلغكم ويبلغ جميع المسلمين رمضان، ويكون الخير موجود والامور زين عندكم،
وبلا ما يجي تبون يديها في السوق وديها في خدمته ويخلي عليه المغربيه المغربيه في التسع. الطنوير ديال عبد المجيد تبون باش يتسالاو ديال الكابرانا والعصابه الحاكم. من بعد الاتحاد الافريقي اليوم تنخرجوا نشوفوا دعم بوليزاريو باغي يشد البلاصه في باغي يدير الفيتو حتى هو باش يبقى يقول لهم يدافع على الصحراء المغربيه. انا ما عرفتش لهاد العقليه الكرغوليه الكبرانيه كيفاش كتفكر. والله العظيم انا بغيت غير العقليه الكرغوليه الكبرانيه نفهمها كيفاش كتفكر. الجماجميه الفرنسيسيه الحاضره والزريبه الفرنسيسيه. اذا نشوفوا الفيديو نخليكم مع الفيديو الاخوان اللي تفرجتوا من المقاطع ديالو ونخليكم واحد المقطع الاخير ديالو. خليتكم على خير الى اللقاء. السلام عليكم يا تب يا تب الناس مشتاقه تاكل روز.